فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومنا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زينا السلام
ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي بغشانا بنوري، يا ربي حفظانك ومانك، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حطنا بسعادة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول وتراضيه
اللهم صل على سيدنا محمد. وسلم وبارك عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السانب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذاهب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الطالب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيائب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به ينيله أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوة كالحاجب قيل فمن هذا قيل وفمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب
قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولد المشرف في رابع So
صوتي عالي ملاحك الأطيار في صوتي عالي والقلب يا خفا والكواكب وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تضله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أودى يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا التقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المرائب فإذا شرف التربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما راكبا
من مدامعها سحائي. صلاة الله ما لحت كواكي على من خيرها راهب النجاي. صلاة الله ما لحت كواكي على من خيرها راهب النجاي. ومالت للحمى ضربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعلم. فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناكب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول: عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق. أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم أودع ذلك النور في طينته، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، دلت لهيبته جميع خصومه، دلت لهيبته جميع خصومه. يا نبينا يا
وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكس شعره ويتجر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مادحك قاصر ولو جاء بمجد المجهود وواصف عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة ملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأنقله يتيما وأطهره وأهل بيته تظهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
Ya Allah, bi barakatil hadi
وسلم. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخطونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفاء ورميت الشياطين من السماء بالشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا مناجاة بخير من حبكم يغفر بما قد تمنى في رضا ربي أمشي في صباحه وممسى وما كان يرجى كل من حبكم يهنى 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 بالشفاعة من
المختار فيهم لقيا. خبري 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 Oh.
اللهم صل
صل وسلم وبارك.